عيون طلاب، فتحت هسه انا التسجيل، بس طلاب لحد الان بدي اعرف كلها ما اقدر مقيم شوية وقت. عيون طلاب، هسه هذا ال موجود عندنا، هاي الورقة اشرح نقرحنا. طلاب ليش ما اختصر لكم اياها من الاخير وسوي لكم اياها باللهجة العامية، لهجتنا العراقية مثل ما تعودتوا على الشرح مالتي، مو اسهل لكم؟ اختصر لكم الكتاب كله من بداية النهاية، شو تقولون؟ لو تريدون امشيكم على الكتاب. فتختصرنا يعني المهم انت تشوفه انه افضل. تمام عادي، سجل لي ورقة يمك، شو تسوي؟ الخطة مال هذا الكتاب مالتكم. انه هذا الكتاب ايش فيه؟ شوف عيون، سجل يمك، بيه تعريف، بيه فنتكس، بيه الاعضاء مالت النطق، يعني نسميهم organs of speech، اعضاء النطق، وبيه خصائص الاصوات، يعني كل صوت وين راح ننطقه بالفم، وين مكانه، شو نسميه. طبعا بالنسبة لهذا يمت، هذا بالنسبة للأصوات الباول والكونسونانت، وعندنا رسم أيضا للباول، أصوات الباول، وكل واحد بالفم وين راح يكون النطق. هذا الكتاب كله. عيون، هذا التعريف مالت الفنتكس، اللي هو يدرس اصوات لغه الانسان. واللينغويستكس هي تدرس اللغه بشكل عام، والفنتكس هو جزء من اللينغويستكس. قد تجي فراغات وتجي مقارنه، هذا هو تعريفه، انت مخير. تريد اذني من فوق تدمج له، تريد اذني ما عندنا أي مشكلة. هنا مباشرة. الفروع مالت الفناتكس. أخوان بس أكو شخص بعد. فاتح سبيكر أعتقد. الصوت لا يرد عليه. يعني هذا يجيكم السؤال، what are branches of phonetics؟ ما هي فروع الفونيتكس؟ هاي صيغة للسؤال. وممكن يجيك فراغات، شلون يجيك فراغات؟ يقول لك the branches of phonetics are فراغ and فراغ، بس مجرد تفكر لدى فراغات. articulatory phonetics ايضا تعريفه مطلوب طلاب عيوني، تعريفه هذا حيل بسيط. هو دا يختص او يتعامل بالانتاج الاصوات، acoustic phonetics، هذا النوع الثاني اللي ايضا يدرس الاصوات من الناحيه الفيزيائيه، شلون تنتقل. فممكن ايضا يعني كوستيك فوناتكس يجي من فراغي، يقول لك شنو يدرس، يقول لك ذا فايبريشن اوف سبيتش ساوند، الاهتزازات مال اصوات الكلام. تمام، هذا ايضا شنو يدرس او شنو يتعامل مع منه، يقول لك مع انتاج الاصوات شلون ينتجهن. هنا الاوديتوري فوناتكس هو شنو، هو ايضا ممكن يجيك تعريف، ممكن يجيك فراغ، يعني مثلا يقول لك هذا او يقول لك مثلا فوناتكس او ذكر فوناتكس از ستادي اوف فراغ، الا درست الاصوات، الاصوات شلون تنتقل وشلون تسمع. يعني هسه عرفت الصيغ مالت هذا الموضوع؟
نعم استاذ. هذا عاد كذا كذا يعني رجوع شرح كذا تعرف؟ اي عادي عادي عادي، انت تريدين عندك طاقة وامكانية تكملينه فكملي، لكن ما له داعي اذا تريدين تكملين فاكتب لي جاي فقط. طلاب الاتوبيس تكتب في البداية عيوني اشهركم بداية هذا هذا فقط هذا فقط هذا اللي جاي قطعناه استوى هذا طبعا لا عيوني دخلنا بالمكان استاذ شنو يدعى هذا هذا مش مستعد مسافر أو هذا نسيان تسأل عن speech of words يعني عبان يعني الصوت ما راح يتغير شو اسم هذا العظمة اللي هي the pharynx soft palate حيوان soft palate هنا اللي يصير أخوان بالفم داخل الفم لهجة العربية ما تقول الحلق السقف مال الحلق بالضبط نهايته هاي سوف بالانس تمام نيزل كافيتي هاي نيزل كافيتي اللي يقصد بها الأنف يعني الخشم أورث كافيتي يعني الفم التانج هو اللسان لارينكس الحجرة هاي وين الحجرة يسموها أحيانا تفاحة آدم آدمز أبل فيرينكس هذا البطن استاذ هذا نسوان يدن هذا النعوري يقول لك مفهوم يعني يجيك يقول لك عددهن تمام وممكن يعني الدكتور اذا كان كارهكم طيب ممكن يقول لك هذا رسم يقول لك هذا رسم يعني وعين لعليا عظامات ترايكيا هذه كلمة تنقر ترايكيا اللي هي القصبة الفرنسية لها معنى ثاني سموها ويند بايب ويند بايب لفظ يكون هاي كلمة صعبة عليكم لفظها ترايكيا فهناك يسمون الأعضاء الصوتية فهذا الرسم هذا رسم في داخله the primary vocal organs أعضاء أو أجهزة النطق الرئيسية يعني ممكن يقول لك mention mention معناته أذكر أعضاء النطق الرئيسية فهنا طلاب هنا نجد هنا تبقل هنا الرئة شو وظيفتها عيوانها شو وظيفتها أخي سألك أو احتمال يجي التعريف فالتعريف يا يعني طلاب بما أن هذا الموضوع لكن يتحدث عن أعضاء النطق تجد قدام القطايف أي واحد يجيب لك يا من تقول له هو واحد من أعضاء النطق مثلا على سبيل المثال لاينس يقول له they are one of the vocal organs واحد من أعضاء النطق شبيها هاي يقول له مثل تدفع الهواء من الخارج المسار الصوتي طبعا هذا من وين يكون larynx الحنجرة فهنا ممكن تشوف هذا القرآن شو يقول لك the vocal folds معناته الجدار الصوتية when point the larynx are the reed
هي القصر تكون setting أيضا تضبط الصوت vibration the air the vibration مثلا لك vocal cords أو أحيانا يسموها vocal cords إذا قال لك مكان الفولز cords هي نفس مناطق الصوت وين مكانها هاي؟ إلا مكانها باللايرينكس استاذ عيد هذا السؤال شلون يجي؟ هذا السؤال عيوني ممكن يقول لك ما وظيفة اللينكس شنو وظيفتها؟ مباشرة راح تجيب على هذا هذا أو يقول لك شنو موقع الحبال الصوتي هذا vocal folds أو vocal cords هي نفس الكلمة هذا المرادفات هي الحبال أو الأوتار الصوتي and the larynx are فراغ ممكن يجيب فراغ فهنا الأذن دابيد شنو الأذن مثلا يجيب سؤال يقول لك what's the function of the vocal folds شنو وظيفة القصبة بالإحبار الصوتي تبدل الدلة setting the end of vibration هي تضبط الهواء بالاهتزازات أو ممكن يجيك تعريف تعريف نفسه داي. لا تابد لك فلاتي تامع تحفظ كما يجيب السؤال فحسن هو جواب واحد لكن صيغ الأسئلة المسار الصوتي vocal cord هذا تعريف يجي فراغ تعريف له is the horn شنو horn horn يعني معناته الهورن اخوان نفسه بالعربي horn معناته السيارة هو هذا شنو هذا قلنا في الهورن شو يعطي هذا يعطي للخطاب الجودة مالته الجودة الخاصة مالته هذا تعريف هذا تعريف مال مين مال vocal track المسار الصوتي هذا the vocal track المسار الصوتي هو شنو هو اللي هو في الهورن يعطي للكلام مالته الجودة أو النوعية الخاصة بي طبعاً فهنا طلاب هسه هنا شوف شو راح يجي بما أن أخذنا الرسم أخذنا الرسم ما التعضاء الأساسي اللي راح تشتغل بالأصوات اللي هي الأدوية غيرها مسميات فطلاب هنا تعاريف راح تشتغل هذا مين تعاريف هذا هو المطلوب أعضاء النطق شنو المطلوب فيها بالذات حتى تفهم أنا إزاي أشتغل تبي تقرأ اللينكس لاينز الرئتين اشتقرأ لي تعريفة تقرأ لي تفهم بتعريفة وتعريفة تفهم بتعريفة كذا 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 بس مثلا هسه هنا هنا يجي لي منين تتكون طلاب هنا لما هذا تقدر تقول هذا تعريف هنا عندك native tone consist of small air sacs يعني أكياس هوائية صغيرة أعطي سيلك من تتكون
وظيفتها أرجع وظيفتها هاي ذكرنا فوق فعل هواء وظيفتها تضغط الهواء تدخل من الخارج بعدها راح نقول إن كويتيا لكويتيا الاتصالات الهوائية أيضا تأخذ منها عيون تأخذ منها تعريف وأيضا تسموها كويتيا أو يسموها وين فايف فخاف بدك تعريف ذاك الوين فايف هو نفسه كويتيا يعني هذا هو نفسه هذا الحمد لله كذلك تشوف واقع بطريقة آدم سعادتك صباح آدم ممكن هاي تكون تتابع تنزل أمام الدراء يسمى اسمه كلا نسميه صباح آدم هذا القرار يمكن أو يجيك تعريف تفاحة آدم مباشرة تقول له شنو؟ تقول له هو الجزء المعظم يعرف تفاحة آدم طلاب الطلاب هذا هو تعريفها أو أكو طلاب أنا دايس واحد بس أنا إذا شفتوا هذا الكتاب صعب عليكم أنا متأكد أن بعض المقدمة لازم وأنت تعرف مختصرا أخذ التعريف مختصرا تمام؟ يعني أستاذ يعني إذا أخذ التعريف مثلا من كتاب الأحمر هو نفس التعريف ما في اللينكس يعني هو نفس التعريف نفس التعريف نفس التعريف ما في أي فرق تمام عيني هنا عندنا بعد الاوتار او الحبال الصوتيه الفوكال فورمز وين موقعها طب يقول لك where is the position of vocal folds او يقول لك vocal folds lie فراغ inside larynx كانها تكون داخل وين داخل الحنجره انت مفهوم طلاب تمام فهذا خاف يقول لك اريد موقعها position of what are the position of vocal folds هذا هو اللي جاي يقول لك مكانها داخل الحنجرة تماما خلف واحد هذا شايف عيوني الأستاذ هذا شو هذا زي عيوني هذا تعريف الحبال الصوتي يعني هذا تعريف صوتي vocal folds هذا تعريف وأنا تعريف أستاذ هذا تعريف they are two horizontal bands إلى زين أستاذ وهذا من اللي بعد ال vocal folds هذا لاي and side the larynx حتى تفاحة آدم عيوني هذا هو الموقع مالك يعني خاف يجيك سؤال يقول لك what are the position of vocal folds ما هي موقعها أو ما هي تعريف بعد هنا عندنا أيضا تعريف الجلوتس وين تعريفها بتعريف اللي هي فتحة موجودة وين موجودة؟ وين؟ The opening هي فتحة موجودة وين؟ بالحبال الصوتية نسميها glottis وممكن يجيك فراغ يقول لك الفتحة بين الحبال الصوتية شو نسميها سكول فراغ
هذا وقتك ما تعيد الشرح. تمام عيد العيون هاي وسط هذا الازدحام صحيح. عندك هذا تعريف القنطرة هذا النمط. تمام عيني. عندك هنا تعريف فاحة آدم. فاحة آدم هي نفس الليرنكس. ممكن يسألك هنا فاحة آدم وين موقعها؟ هو هذا نفسه. راح يكون قدام الدفان فاحة الليرنكس. ناو معروف as Adam's apple. الجزء الأمامي من القنطرة شو نسميه؟ Adam's apple. هنا عيون عندكم vocal folds vocal folds الحبال الصوتية هذا موقعها die inside larynx وين تكون داخل الحنجرة just تماما خلف التفاحة هذا موقع زين استاذ تعريف الحبال الصوتية عيون هذا الحبال الصوتية هذا they are two horizontal bands of ligament أصل دايل يترول دائر فاسج they can open and close يعمل جون الصمام هواء القادم هي هاي معنى بعدين عندنا هنا الليجلوتس هاي الليجلوتس شو هاي هاي فتحة تكون البيان الكبار الصوت هذا ممكن التعريف يقول لك شو هي الليجلوتس وديز الليجلوتس أو الفاين الكبار لوتس اللي هي الفتحة وين هذا وين تمام؟ The opening of the vocal folds or lobes. هنا عندك فراغات الشعب الناعي لك الجزء اللي تحت الفارصة والفارصة والفارصة اللي نسميه هذا وين اسمه الشعب. صبغلوتوم والجزء اللي فوق الحنجرة نسميه تمام فراغة كلها سوبر لارين سيارة وين سيارة تمام هذه الفراغة هنا عندكم بلوك الاستاذ ايضا تعريف الموشن هو ومنع الهواء هذا وصف منع الهواء مغادرة او دخول الرئة هذا الفنتكس نسميه بلوك الاستاذ عيون الطلاب تخلونا نمشيكم بالمادة حتى كملكم إياها فهذا يبقى بس تعريف يعني أنا خصصت اليوم تقريبا ساعة وربع واستفادوا منها فخلونا عبركم إذا فهمتوا إنه صنعت درس خلونا عبركم على ذلك هذا بس تعرفوا موقعه تعرفوا تعريفه فهمت سؤال ما عندكم شيء ترى استاذ في الأخير هاي تعريفه شنو عيني؟ الجلوتال ستوف الجلوتال ستوف ايش تعريفه اذا ممكن؟ ايه الجلوتال ستوف هو منع الهواء طبعا احنا رده نشيل هاي كلمة بس الجلوتال ستوف از بريفنتنج هو منع الهواء من مغادرة ودخول الرئتين هو هذا معنا تمام شكرا طبعا هنا البويس والبويس لس ساوند راح نتعرف عليها من كثير من الأصوات الإنجليزية اللي أفاد إذا كان vibration بالكترمانش راح يسبب عندي بويس إذا ما كان اهتزاز عندي بالأوتار الصوتية ما راح يكون عندي سرعة فويس لس فهذا أفهمون يعني. فويس لس فويس لس هي الأصوات من أنطقها ما راح يصير اهتزاز عندي بالأوتار الصوتية لأن صوت
الاس راح اقول اس ما صوت الزال بس بقول صوت الزت از يعني شلون بالعربي راح تصير انت شلون اهتزاز بالاوتار فايسميك اس. فالكثير من الاصوات في اللغه الانجليزيه ايش فيها ار ميد والفوكال بودز ان وين شنو فويسلس بالسيشن ولا العديد من الاصوات في اللغه الانجليزيه شلون يكون فويسلس بالسيشن. فهنا الطلاب يجيكم تعريف يجيكم تعريف شنو الفويس شنو الفويسينج فويسينج معناته الفويس والفويسلس تمام او يجي لك مقارنه بيناتهم الطلاب يكون تفكيرين هذا الكلام هنا ممكن هذا يجي فراغ يقول لك العديد من الأصوات الصحيحة شو يسميه voicing are called يسميه voiced شنو ميزة الvoiced يكون اهتزاز يعني اكو vibration هذا اهتزاز فالاهتزاز الموجود في الأوتار الصحيحة يسميه voicing مثلا هسه صوت الفاء والباء شوف قول اف قول اس قول از تسمع ماكو يعني شلون تعرف انت تخلي ايدك على الدرامتك وراح تكسبي تقول اس ماكو اي اهتزاز بس تقول از لا اكو اهتزاز كذلك بالنسبه للاف والباء الفاء والباء انا اقول هسه ما كان اهتزاز بس خلنا نقول رأسه صار اهتزاز فهذا شو نسميه هسه هذا ابو الاهتزاز نسميه شنو نسميه فويست والاب هذا ما مسموع ما صار عنده اهتزاز نسميه فويستس هذا تعريف ايضا مطلوب جدا بسيط هو هسه بهاي اللحظه برامج التعريف اللي هي الاصوات ثم نطبها يصير اهتزاز في الأوتار الصوتية أياها أنها هي الفويست أما الفويستز اللي هي الأصوات اللي ما يحدث اهتزاز في الأوتار الصوتية عندما نطبها مثل يا صوت لما صوت الفاء هذا الفويستز والفويست هذا وين هذا مثال عكس هذا وين الفويست البقية هذا كله تعريف ما تعبان طبعا المقارنة بين oral cavity oral cavity معناتها المواطن طلاب هنا هذا oral cavity ليش مهم طلاب هذا هنا عندكم سؤال يعني justify يقول لك oral cavity is extremely important in the production of speech sound بالإنتاج الأصوات ليش مهمة فتشوف لما نغير الأشكال المام راح ينتج عدد كبير من الأصوات كذلك هو مهم فهنا الارتكليترز طلاب هي أعضاء نطقية نفسها السبيج أورجن يعني لدد تمام هاي تسمع كل شوية لدد فلما يقسمون للأداء أبر أرتكليشن العلوية أعضاء النطق العلوية مثل ياهنا مثل الشفاه العليا الأسنان العليا تمام ممكن التعريف ممكن يقول لك الأعضاء العليا هنا شكلها شكلها تمام عيوني هذا أيضا طلاب أيضا نصيحة في طلاب السادس انسوا شيء انسوا شغلة لازم تضربوا إلى خمس دوار أضل صفر ترجع ابد انسى هاي بس اريدك تعيش وتعيش الواقع مع الاستاذ مع الاستاذ من الان الجامعات يعني معلومه اعطيك منها اسلوب المحاضرات فيه شنو اسلوب المحاضرات يعني الدكتور يضبط يعطيك
المحاضرة في مساء بعد الفيس في مساء. وطلاب أيضا ملاحظة حتى أحد أكثر تنظيم الغابة. أي شيء شوفه بالغابة حاول تركز عليه، أسأل نفسك هذا الشيء سواء بالغابة أو بالغابة. ما دام تبدأ قدامك رول يعني راح تبدأ تعرف لحد هنا عيون الطلاب ليش يكون مشتغل ليش مرد يجيب مواد يعني مادة من غير مادة ولا شرح مادة 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 نفسية. لا مشكلة قلوا لي لا صار بس أصلا كتير. فهنا شفاه عيني هنا تعريف أذن بايليبل ساوند. الأصوات اللي تصدر في الشفاه اسمها بايليبل ساوند. والأصوات اللي تشتغل فيما بالمساعدة لور ليب شفة السفلية يعني شفة الهواء تشتغل فيما تشتغل على الأسنان العليا شو نسميها؟ نسميها لابيل ننفر. أستاذ مثلياه أن لابيل ننفر العليا في الصوت الفاعل. صوت الفاء والباء. فبس انتقل راح اشوف الشفة اللي جوا تصعد الى اسنان الفم حتى تنتقل وهي مرة. ممكن لابي دنتل لابي دنتل عفوا لابي دنتل على الفاء والباء. فهنا ممكن يجيك سؤال او القرار يقول لك اضافه الاصوات اللي لابي دنتل هي انتاج شنو؟ يقول له هي انتاج الشفه السفليه والاسنان او يجيك مثل تعريف بالذات وفي المثال بسيطه مثل في اي واحد الاسنان ايضا تعريف الاصوات اللي تنتج بالاسنان نسميها دنتل صوت الت والت الإذ والإذ نسميها دانتل لأن أسماءهم وصراحة السيلون أيضا عن جدول الانتياطة جدول السيلون صار هذا جدول الازدحام شنو الجدول الازدحام طلاب هو هذا إذا انتبهت إلى راح تكون في جدول لدى المذكورة جاي لك دابيو دانتل جاي لك دابيو دابيو أذني كل صوت عيوني لازم تعرف يا صوت الأبيو لابيو مثلا هسا أعطيكم مثال أعطيكم مثال وطبقوا على الباقي مثل الكيف في الأسنان يا أصوات طبعا هذا تعريف مطلوب أيضا أصوات الدينتر السمي يا هنا الدينتر الصوت الدي والدي أذن تمام شلون يجي السؤال عليه هنا أنا أقلك السؤال أوصل له أقلك السؤال شو في المكان نطق مثل الوايت وايت وايت فلاكس صوت الجلد الآر مقلوب العكس فلازم عيوني نعرف كل عضو ياه صوت النظر هذا أهم ما ممكن يعني فأبد لا شوف من بعض صعبة فهاي تعريف أيضا مقلوب والأصوات اللي تنتج بالأبيولار نسميها سميها أبيولار الأصوات اللي تنتج بهاي الطبقة الأبيولار ريتش نسميها إسكولد أبيولا تمام يا هنا ضمن الأصوات إذا الصوت د ت ن س ز طبعا واحد
أصلاً في السنة. الأصوات اللي تتم في الأبلية نسميها الفيولا. طبعا نقدم عن اللسان بأجزاء هنا الجزء اللي هذا وهذا تعريف القرآن أو دورسل دورسل هذا دورسل اللي هو جزء من سورة القرآن أو تعريف طريقة بالإنجاز دي أو تقدر تسوي سبيسي أصدقائي نفس الناوس التجويد الثلاثي أنت مطلوب هاي الأصوات اللي شو معنى بوست أزيرا؟ شو معنى؟ هذا مكان ما كنت نطق عيون مكان ما كنت نطق على الكلمات لازم بوست أفيلر شنو معناها؟ بوست أفيلر لا صوت شوية ماذا يبقى بس تلاحظ شكرا استاذ أظن أماكن نقطة نعم بوست أفيلر إيه بوست أفيلر أظن أماكن نقطة استاذ بوست أفيلر بس تلاحظ سأعطيكي على البوست أبيلا بوست فهذا الترجمة طلعت الأصوات الغريبية أي شفت شلون هي حتى الترجمة طلعتها حتى طلعت الترجمة لأنها لاتين لكن هي تسميتها من شوية تختلف عنها
بس اعتقد هي نفسها البراكل فيولارز يعني بقيت الكتب. على اي حال من نوصل لجدول مالتكم راح نعرف يا اصوات هاي كلها مقدمات. فهنا يقول لك هذا ايضا تقابل السوداء اليوم هذا اللي انا اشوفها ان الاصوات اللي قالت الموقعين في سنة سنة نزل ونزل عايز هذا ايضا وهذا سوف يقول لك سكرول قالك سيرفيس هذا نعدي قالك لوج قالك اوبنينج ممكن تكون تعريف افرادات مقارنة بيناتهم ولا بين الجدول اللي سأل عليه كله كله عيون الله هذا هنا يقول لك مكان المطر استاذ شو العدد القصد بهذا صعبها علي استاذ عيوني هذا هنا مكان النطق ادنى اعضاء تكون قبل قليل ادنى اعضاء نطق القرية وادنى سكة تمام فهنا تقدر ايش تسوي تحفظ لي هذا الخطط في بالك البداية تقول من هي الاعضاء العليا اذن وين عادي لابد بلاك أبيض ريد كاليد بالام أوكي والأعضاء السفلى أذن الحين ليفت وايد وان باك باي ليفي أذن يا أصوات السير بيها ليش أوكي يا أصوات الأصيلة باي ليفي من هي الباي ليبيا؟ يا أصوات باي ليبيا أدن صوت البيع والمين في الباي ليبيا العيون يعني الأصوات اللي تنفلش يعني الشفاح استخدم صوت البيع الحداك ما تستخدم الشفاح أو تقول حرف الأمين ما تغلق شفاح العيون في البشر المكاني في الصوت الأرض استاذ شلون يجي السؤال عليك؟ ممكن يعني شوف تسوي قرار بين ابر ارتكيشن او تنشن اذكر الابر ارتكيشن تذكر في عدد تمام؟ وممكن يقول لك اذكر لي يعني الاعضاء نطق السفلى تذكر في عدد فقط او تسوي لهم او يقول لك درو اتشارت يعني نفس فقط شوينج ذا فيس اوف ارتكيشن فور المنعوت draw معناه ترسم draw a chart بس مخطط أو مخطط بياني المهم showing جايز المخطط عين النار في البداية هنا أرجع لكم لهذا المخطط وش هذا المخطط؟ هذا المخطط ده يتكلم لي على الأعضاء المخطط أماكن عفوا أماكن المخطط الأصوات الأماكن المخطط اللي نستخدم من إنتاج الأصوات خوش صيغة السؤال يا أما يقول لك ارسم مخطط يعني draw a chart showing place of articulation for tonsillar هذا مطلوب السؤال اللي راح يسأل يقول لك draw a chart بس عندي الكلمات هنا بالبداية يقول draw a chart showing place of articulation for tonsillar فقط ارسم مخطط يبين لي أماكن المخطط مخطط الأصوات الصحيحة طبعا طلاب اذا لاحظتوا او ما لاحظتوا هاي الموضوع كله دا يتكلم عن الاصوات الصحيحه مواقع ابد ما ديت في اصوات العله لان اصوات العله تحتاج دراسه غير شيء تمام عين غير مخطط وغير كلام او ممكن يقول لك عدد منين تتكون ابر ارتكريشنز مثلا الابر ارتكريشنز تتكون كل الطيب او منين تتكون الاعضاء او ممكن يجي لك مخطط الشعارات ترسم لكن هذا اعتقد
أيام الإسلام. طلاب هاي التمارين ارجعوا عليها جدا. يقول لك خلي لي دائرة، خلي لي دائرة على كل صوت ينزل. لازم تشوف شو تسوي. As their final sound. أصوات final تكون بالأخير. يا أن كلمات نيزل. شوفوا طلاب أصوات النيزل. بدنا فقط إن إنك. هذا فقط. يجي لك بعد عليهم دائرة. وين أذن؟ سيارة طلع ضع دائرة هاي وين؟ هن. نهاية هن. تاب دا. تين. هذا وين؟ فهم. نهاية هن. نهاية الكلمة. طب السماء موجودة بالمبدأ. ما أعرف بعد هو الأستاذ مالكم المفروض يعني يوفق المقدار هاي ساين. يعني دا ما يوفق هاي الأمور لا تدرس. هذا بي، هذا نهاية أم أستاذ زين قل بي لا عيون هاي كلمة القرأ لا يعني أستاذ هاني أدخل السيارة يعني من الصوت لعيون فلئية كتابنا يعتمد اسمه قصة أصوات مرس الحروف فحرف قاعدة ثابتة حرف في إذا أجلنا هذه الكلمة لا يلقى فهاي الكلمة شرح القرأ القرأ لام إذا نشبيها هاي الكلمة إذا نبيها أيضا نيزل بهاي هنا طلاب هنا راح يبدأ الحكي الله هنا راح يبدأ يميزنا يقول لك كل صوت هذا شنو معي باي هذا مهم طلاب هذا هنا الأسئلة راح تقول صوت شلون يعني مثل صوت الليل راح أعطيك صوت الليل أعطيك صوت البيت أعطيك السير شلون صير في السؤال تدعو لا تبولي على هالسير يقول لك ديسكرايب اوصف لي هذا الصوت يعني شلون توصف يعني من قال لك اوصف لي يعني مش حافظ على هذا الصوت يعني شلون تشرح لك شلون تشرح تقيم تقول لازم كل صوت تعرف هذا وين مكان مثل السعر تمام يعني فشلون تسوي له توصف للصوت اولا تذكر للمكان ما تفتح يعني مكان المطبخ ما تفتح في تونا بكبران مثل أبولا، بوسطا، أبولا، بايليبيا تذكر له هذا الصوت بويس، بويسليس تذكر له أيضا هذا الصوت وين المنطقة بالأبر أرتكوليشن وباللور أرتكوليشن وهذا الصوت شو؟ هذا يقلك هذا الصوت بويس أو بويسليس بعدين تذكر له الطريقة اللي منطق فيها الصوت هذا الصوت الطريقة والمكان يختلف عن الطريقة المكان هو هاي بانجولي مطاقة المكان مطاقة الشفة مطاقة اللسان كذا أما المانر طريقة اللفظ المانر أفر تكريشن تفرق عنه شلون السات تفرق عنه الصوت هنا ما سمي سمي إزل يعني الصوت إلى اسم يعني طريقة الأفضاء إلى مثل صوت البيع سمي إزل تمام سمي باي ليبيا أعتقد يعني وقت تفوت الأصوات تفوت عليه نعم بس ما تأكد منها بايلاد يعني يدري بها بايلاد يعني البيت بس هو نيزل من ذا لا أعتقد استوب أعتقد استوب فطلاب هنا الأصوات سيد أعتقد هاي سيد إيش سيد ما تقول بس طبق ترى يعني أنا كأستاذ أحس شلون استبعد بصراحة يجيب لك هي شلون يجيب لك أصوات فهسه طبق أنا دني يجيب لك السبيا تمام شلون توصف لنيا تجيب بس جربت تدخل لازم تعرف مصدر voiceless يلي مصدر
الابتزاز تصوير الفويست يكسر الابتزاز وكل واحد مدار 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 وأيضا طريقة مدار مثلا كل واحد يكسر ميزو أكل صوت يكسر ستوب وصوت يكسر فكشي وكذب وهذا. فهذا السؤال هو اللي يتفقط اللي يكسر معي ولا يتفقط اللي يكسر معي يقول لك يا أصوات كل صوت يقول لك وصف لي. السؤال يقول لك describe the following sound according to مثلا place of articulation or of articulation and place. يقول لك وصف لي هذا الصوت حسب according to معناته حسب شنو طريقة اللفظ manner of articulation place of articulation والvoicing. الفويسين يقصد لك بالله يعني لهذا الصوت voice أو voiceless. لو هسا هذا السين فأسن قلنا له بالvoice هو تجمع فقط هذا voice أو voiceless. لا هذا voiceless ده ما يصير في الفزاز وهذا وكل صوت نعرف لازم إذا أضعنا في الجواء أضعنا هذا فهذا بالله هذا الأصوات الأساسية بالرغم هذا العلماء معطي الصوت قسم إلى ثلاثين segments and subsegments والsegments تشمل الأقطاب والأصوات. طبعا هنا الباب التعريف هي أصوات مثل الصوت الأقطاب الأصوات المعلمة التي تنطق دون أي يعني إعاقة للعلم في الهواء في المدرسة يعني الضوء المدار في الفرقة في الفرقة في الأصوات الضوء في الفرقة الهواء يمر يعني أبراحته في المدرسة وماكو أي شيء سد أو وضايمة بينما تنسن العكس تدل أما عندي من أعدام أو جزء علم للهواء داخل داخل هذا يجب مقارنة هذا مقارنة بين الضوء أو تجد تعالي تنعرف الضوء تعرف الضوء وديانا هسر المدرس كريبت الطلاب هذا يعني تعريفة الوصف الصوتي عن طريق كلمة صوتية هنا راح يبدي طلاب شو تجد الكلمة في الصوتية طبعا هذا رقم صوتي هذا International Alphabetical Association أو Alphabetical Alphabet معناته اللي هو نظام عالمي مستخدم سلسلة مع الكمبيوترز عن طريق الأصوات باختصارها شنو IPA قافي بلا IPA علما تشير بلا IPA بلا كريبيرز فراغ علما تشير بلا انترناشونال فوناتيك كمبيوترز أو قافي بلا فيها تعريف فتعرف الكمبيوتر اللهجات هذا أيضا في التعريف أو في كل شيء شوف هي الشغلة يا ما تجي التعريف ما دام تجي شغل في dialects اللكنات واللهجات تمام عين أتاني يا ما يقول لك عرف لي الأكسنت اللهجة أو عبر لي dialects راح أشرحها باللهجة العربية حتى شنو أعبر غير موضوع أحاول أفيد يعطيك طلاب دايلك صورة عامة اللهجة اللهجات في داخل الشارع داخل الدولة سميها دايلك تكون صار داخل الدولة يعني داخل المجتمع مثلا على سبيل المثال أبو الجنوب اللهجة مالته أبو بغداد أبو الوطن أبو الوسط تختلف اختلاف كامل لا تختلف بعض
يعني مثلا اعتقد رقم 40 40 حسب سلام الله ابو الوسط غير مناطق يكون 40. فهاي الاختلاف الداخل المجتمع نسميها هاي ما نسميها نهجات نسميها بيانس طبعاً زين استاذ زين اللهجة مثلا العراقية والسورية مثلا اللهجة الأمريكية والمغربية في سداعي أنا نسميها أكسنت أنا نسميها اللهجات مو الأكناف طبعاً أذن الكلمة إذا ترجمها إذا ترجمها راح تبعثها معنى لكنة أو لهجة فلذلك تترجمها راح تقول فأنا ليش أخلي بيت راح أقول في الفرق هو هذا الفرق الأكسنت هي اللهجات بين الشعب بين الدول مثل اللهجة العراقية واللهجة السورية المصرية أما اللهجات في داخل العراق مثلا داخل اللهجة العراقية سبع دلالات اللهجة أبو حسان أبو البصرة أبو بغداد أبو الأمراض هذا نسبة دلالات أبو بكرة أبو بغداد أبو طبعا اللهجات او اللهجه الاكسنت هي ما تكون مختصه عيون شوف تكون مختصه فقط سويد فقط باللهجه الاكسنت بين الدول يعني بين بريطانيا وامريكا شو الفرق بينهم فرق احنا بين دول الاكسنت فرق عندنا بس في النسيج الدايلكتس لا يصير عندنا فرق بينهم شوف الفرق يعني داخل الأقصد يعني دايلكتس يعني اللهجة اللي يكون داخل المجتمع في المجتمع العراقي يكون عندي فرق بمن عندي فرق بالكلمات أو تشوف أعتقد شاشة أو يعني هاي شنو هاي اختلاف بالفوكابلر نفسه أبو الأنبار يقول يقول شاء يقول عجل أبو الوسط يقول لعد هذا شنو هذا شوف هنا بمن الدايلكتس الاختلاف بمن يكون بالفوكاب فرقات يكون الاختلاف أيضا باللفظ pronunciation مثل ما بين ساعة 40 عندنا 40 هذا بالpronunciation وعندنا بالجرامر بالنحو اختلاف بالنحو بس بصورة بسيطة الديلكتس يكون الاختلاف بين المفردات الفوكابلري يكون الاختلاف اختلاف الجراما اختلاف المسج أما الأكسنت يكون اختلاف فقط المسج ما في بيجي فرق دلوقتي. جنرال ها عين فضل الأفضل أن تعمل التواصل يا خليك مثل مالكم يقول السلام عليكم أستاذ نحن هاي المادة مالتنا يشر مثل السلام الموضع اللي بيها أستاذ هاي الدارة يصير أكسن حتي هاي تمالي أستاذ تاهلي حتى الطالب يعني يعرف راسه من الزياع تمام فإذا حدد الدول إذا نرجع بس السؤال عند الدول هاي خلاص طلاب هذا الكونسنت الأصوات هاي تعريفه الباو التعريف فقط نعم ما في عيني هنا الكونسنت شلون ندرس قيام عائلة
ترسم وتحط معايا فويسين يكون يعني معناته ان هذا الصوت فويس و فويس اس قلنا هذا هو المهم الاسئله احنا راح ليس فقط ليش وبعد شوي انا طبعا رسلت اعتقد من طالب من طلاب رسلت جدول كل الاصوات الصحيحه كان مطبقها بطريقه مطبقها هذا الصوت فويس و فويس اس كل يعني كل صوت وصف تمام عيني فهسه هذا ممكن فراغ الاصوات الصحيحه تنزلها بدني ندرسهم في الكلاسيفايد تصنف شنو في الرعاية 3 dimensions يعني الرعاية او ابعاد كويسة ليس فقط يعني الاصوات اللي تجيب لك صوت تجيب صوت يجي لك وصف فيها فتوصف فيها بس تقول هذا الصوت فويس فويس اس وبعد تقول له هذا مكانه هذا الى ابيض السفلي وتقول له هذا السفلي مثلا نيزل اسمه نيزل ومكان الموقف مثلا بالشفاه السفلي مثلا موبايل ابيض وهكذا ماشي عيوني هذا تعريفه ليس فقط ابلكيشن في يوصف هذا هو تعريف التقويم في الكمبيوتر وهنا حاليا طلاب مركزين على شغله حاليا يقول ليس فقط ابلكيشن انا بس حاليا هذا متخصصين هذا الكلام فقط قبل ما نشغله فهذول البايليبيال بايليبيال بيسموه كان المنطق هسه بدينا هذا بايليبيال بالشفاه هذا هسه سبب كان مطر فخاف انطق صوت اذن بايليبيال اذن الاصوات يسمون بايليبيال فخاف يطلب من عندك يقول لك وات از ذا بليس اوف ارتكليشن فور مثلا هذا الصوت شنو مكان النطق هسه اذا سالك مكان النطق الحرف الامشن شو راح تقول لي يعني لابيودنتال من هنا أذن الفيا والفيا هذول لابيودنتال دنتال شو نسميهم عيون طلاب شو نسميهم هذول نسميهم ليس فقط أماكن البطن وطريقة النطقية ماشي يعني أذن الدنتال مثل ياهن مثل أذن السن الأبيولا تعريفها مثلا ياهن الأصوات الأبيولا بالنطق بالأبيولا بالسن مكان النطق مالتنا طلاب كل صوت احفظ لك عليه كلمه كل صوت احفظ لك عليه كلمه خاف يطلب عليك في الاكزامبل فايل الباست افيولا المنتشير في الجزء الخلفي من الاخر الريف ايضا تعريفه يا اصوات المنتشير هذا من اصوات الباست افيولا تمام عيني ريت ريفلكس المنتشير هذا كلمه تعريفه وعندنا صوتية عندنا هذا الصوت العام فقط تاتل أيضا شنو هذا ياخذ الأصوات صوتية هذا مو صوت جي أدر بالك هذا مو جي هذا صوت جي من كلمة احفظها بالك كلمة yesterday أو كلمة yes ليش هو yes فيلا ياخذ الأصوات بالفيلا هذا هسه ذن شو نسميه هنا البيلا والبايلابيال والدانتا شو نسميه هنا ذن ذن ليس فقط بريشن تمام ماشي يعني الجلوتال ياهنا الجلوتال عندنا عندنا بس صوت وتوقفي يصير شلون الاستخدام ليبيل افيولا ياهنا الصوت ليبيل افيولا ذن عندنا هنا هسه اخذنا ساعة قبل شنو احنا اخذنا مكان النطق هنا طريقة النطق شوف طريقة النطق شو راح نسوي هسه الستوب ياهنا الستوب الاصوات اذن اذن الستوب طلاب انا دا احاول كذا اشوف صرت في الطرق قطعت حاب اقول اكثر او اكثر من يعيد يطلع براك
بروكسمنتس أدنى شنها تقاربينها فالأسواق أكثر أدنى أسواق هسا أدنى حبيما دا نشتغل هذا نشتغل مانر أو فارتكليشن تمام؟ طريق ثم طريق أفتيتس أدنى بس صوتين فقط أدنى سميهن أفتيتس المانر مانر طريق ثم طريق سميهن أفتيتس النيزل كذلك نيزل ستوب عدنا نيزل ستوب عدنا شنو عدنا أورال ستوب تمام عدنا الأورال ستوب تمام أبدي بالمقارنة بين النيزل نيزل ستوب أورال ستوب ماشي فشو تقول أقول له إن الأصوات دي تاجن بال فيما نحشر به بالعربي الأصوات دي تاجن بالفشل سمينا نيزل هذا الأصوات اللي تم أورال ستوب معنى الأصوات اللي تم إنتاجها بالفم بالحلق أذن طبعا فور نيزل ستوب إحنا شارحنا هواش يصير ما دام نيزل الهواء راح يفوت من الخشم نيزل معناته الخياشم لا الخشم والأورال إن الهواء منين راح يطلع لا هذا ما جدل هذا مو هذا أول مسألة أول مسألة هذا السماء ملخص ما تفصل هذا الجلد هنا الزبدة هنا المراجيح ما تبعيد هنا القضية اللي إحنا متحاربين عليها صار فترة السؤال السؤال استنتج إنها أسألك حبيب هذا الصوت الضيق give me أو provide base and manner of configuration for the balance ما أعطيني كان لفظ طيب الأصوات الثانية فأنا عيون أنتو فأكيد السؤال فقط هذا كان الضيق هو تريد الصوت الثاني هذا الصوت الثاني كان مطلع هذا كان فقط لا تطلع هذا البيس configuration هذا الفوق كان متقدمي أدني تستوب الفوكاديب كان الفوق اللي يسميه الميز يسميه مانا أفضل الفيشن فهسا عدنا منه الأصوات الستوب هسا الأدني في أول بيع طريقة النطق مالات شنو أدني مانا أفضل الفيشن يسميه الستوب مكان النطق مالات يسميه بايل أدني وهذا هذا أيضا أفضل فيشن جديد هذا أيضا ليس بالكلام عن الأمراض الصوت خصوصا مع الصوت على المستوى أتمنى صديق صديق واحد كتاب عن الجسم طبعا إذا أنت واحد أيضا جاني طبعا طبعا شو طلع الصوت بطيء ما أجد اليوم ما أجد السؤال السؤال إذا استاذ بطيء أول السلام عليكم استاذ بطيء استاذ في الدولة أكيد أنا حطي أخبار أنا أحس يعني بطيء دا يحضر يعني قنبلة نووية من يجي السنة كأنه ما يعني دا يطلب استاذ هاي القنبلة شو راح أصنع استاذ سؤال كم استاذ كم فهذا عيون هذا الجدول هو خلاصة الشابتر كله في بداية النحو كل صوت بس شوف ليه كل صوت وين طريقة لفظ هذا مكان لفظ هذا الأبيولر مكان لفظ سرقة أدني طريقة لفظ أنا رفع كل صوت بس شوف ليه وين مكان وشون لفظ يسلم لي على المشكلة وأكو تمرين الإستابة تزور ياه السر فلا حلو كان سيس
لعبت ستارت على هذا المسجل ولا ان شاء الله هذا حاول اسجل صار تقريبا ساعه طبعا شكرا الساعه تعبناك ويا انا والله حاليا تعليق هذا ما أقدر على يقين على